إذا دخل وقت الصلاة أو قبل أن يدخل وقت الصلاة تتطهر في بيتك لا في المسجد، لأنك عندما تتطهر في بيتك كل خطوة تخطوها إلى المسجد لك بها أجر، كذلك تؤجر على الذهاب وتؤجر على العودة. تتطهر في بيتك، تأتي وعليك السكينة والوقار، سكينة ووقار، يعني لا تأتي إلى المسجد وتجري أو ترفع الصوت بالجوال تتكلم أو تلتفت يمين ويسار. تأتي عندما تصل إلى باب المسجد تقدم الرجل اليمنى، تقول الدعاء الواضع النبي صلى الله عليه وسلم. عندما تضع نعليك أكرمك الله، ضع مع النعلين الدنيا، تذكر أنك وضعت الدنيا هنا. لا حديث عن الدنيا ولا تجارة ولا بيع ولا شراء ولا شطارة ولا ما أحدث الجوالات ولا شيء منها. تدخل إن وجدت الإمام شرع في الصلاة تدخل معه، على أي هيئة تجد الإمام فيها تدخل معه، راكع ساجد جالس قام تدخل معه حتى وإن كان في التشهد الأخير. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا دخلت إلى المسجد وكانت الصلاة لم تقم بعد، ماذا تصنع؟ تلتفت يمين ويسار، يعني أين الإمام؟ تأخر أو تأتي المؤذن أقم الصلاة؟ لا، ماذا تصنع؟ صلي ركعتين حتى وإن كانت الإقامة بقي عليها ربع دقيقة، لأنك إذا صليت يحسب لك أجر الصلاة وقيمة الصلاة، وأنت في الثانية تكملها بسرعة، في الأولى تقطعها بلا تسليم، كتب لك أجر الصلاة، نعمة من الله، وأنت تأمل أنك تعيش ثانية؟ لا، صلي. إذا صليت يذهب عنك هذا الوسواس الشيطاني يقول اخرج بسرعة وتقام الصلاة. وجدت الإمام على هيئة تدخل معه على هذا. إذا دخلت مع الإمام تأتم بالإمام ولا تسابق الإمام وتصلي بصلاة، أدركت الصلاة كاملة تسلم مع الإمام، فاتك شيء تقوم بعد تسليم الإمام وتفضيل. إذا سلمت وانتهيت من صلاة الفريضة تأتي بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الورد هذا ورد اليوم، هذه الأذكار أدبار الصلوات لأنها لها وقت أعلى من قراءة القرآن هنا في هذا الموضع، مفهوم آخر؟ لأن هذا الورد له مكان هنا أعلى من قراءة. لو قال لنا الشيخ أنا أريد أدبار الصلوات المفروض أقرأ القرآن، نقول لا، هنا الذكر أعلى من قراءة القرآن، مع أنه قراءة القرآن أعلى شيء، أعلى ذكر، يحافظ على هذا الذكر. الحجاج دخل مسجد المدينة وفي المسجد سعيد بن مسيد. كان سعيد رحمه الله لا يقطع الورد الذي بعد الصلاة مهما حصل. دخل الحجاج وصلى بجانب سعيد، وكان الحجاج يلعب في الصلاة، يلعب يكثر من الالتفات. فعندما انتهى سلم الإمام، سلم الحجاج وسلم سعيد، فأمسك سعيد بيد الحجاج ولم أكلمه كلمة حتى انتهى من ورده، وقال له يا لص يا سائق تسرق في صلاتك، والله لو تعود لمثل هذا الفعل لأضربك من عليه هاتين. وترك حجاج لم يتولى بعد، حصل ما حصل من خلاف الحجاج وكذا. دخل المسجد الحجاج فقال الناس اليوم
يأخذ الحجاج بحقه. وبالتالي دخل إلى المسجد فرأى سعيد في المسجد فقال: أنت صاحب الكلمات؟ هذا لو كان عليها تن. أنت صاحب الكلمات؟ قال: نعم. وضرب على صدره: أنا. قال: لله دبره من معلم، والله لم أصلي صلاة بعد تلك الصلاة إلا ما تذكرت ما قلت لي. أحسنت يعني. كثرة الالتفات، الالتفات اليسير في الصلاة مكروه، التفات كثير محرم وقد تكون الصلاة باطلة. يحافظ على السنن الرواتب، السنن الرواتب ركعتين فجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتين وركعتين ركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، 12 ركعة أو 10 إذا جعلنا قبل الظهر ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع في ركعتين الفجر ما لا يصنع في بقية الرواتب. ركعتين الفجر لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا في حرم ولا في سفر. ركعتين الفجر لها فضل دون بقية السنة الرواتب، خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا. لو قال لك نعطيك أموال الدنيا كلها، هذه ركعتين أفضل منها، لا تتركها أبدا، تقضى تقضى، ما تترك لا في حرم ولا في سفر، تخفف تخفف دون إخلال بالصلاة، تقرأ فيها بعد الفاتحة في الأولى قل يا كافرون في الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. نعم. كذلك الوتر لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أقل الوتر ثلاث ركعات على أقل الكمال، وأقل دون الكمال ركعة، لا تترك أبدا. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الوتر لا في حضر ولا في صوم. تحافظ على السنة الرواتب، تقرأ القرآن، انتظار الصلاة بعد الصلاة، فإنه الرباط مرابط في سبيل الله. أنت في المسجد تستغفر لك الملائكة وما تزال في صلاة ما انتظرت الصلاة. سبحان الله، هذا الآن جالس ينتظر العشاء كأنه قائم يصلي ما انتظر الصلاة. فإخوان هذا الذي يعني نرى من البعض لنا الله إياه، هل مخالف كتاب السنة؟ حتى البعض يعني يعني ما يأتي بعد المسجد ولا ما أتي المسجد شيطان. قال ما أتي المسجد، لو ما تأتي المسجد إيش معنى أنك تعتزل أهل السنة والجماعة وأن تصلي تتخلف عن الجماعة؟ الذي يتخلف عن الجماعة وهو ذكر عاقل بالغ كما يعدوه زمن الصحابة ماذا؟ منافق ظاهر النفاق، كانوا يأتوا بالرجل يهادى به بين الرجلين، يعني ما يستطيع المشي مريض معذور لا يتخلف عنها إلا منافق ظاهر النفاق. ولو أن تفقد الأخوان دائما، أي الإمام يتفقد، المؤذن يتفقد. عندنا في المملكة القديم أيام الشيخ محمد بن إبراهيم محمد بن عبد الوهاب كان الناس يحضرون في الصلاة مثل ما تحضر في العمل. الإمام مثل يحضر الذي يتغيب عن الصلاة وخاصة الفجر، يخرج الإمام مؤذن بعد الصلاة إلى البيت يدق الباب ويخرجون يأخذ والله ما يتأخر عنها، أحيانا حتى الذي يتأخر عن الصلاة يضرب. لكن لا تسأل عن ما كانوا عليه من خير ونعم ورخاء. والله حدثنا البعض يقول والله كانت تلك الأيام والله قبل أن نخرج لصلاة الاستسقاء نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يردنا خائبين، بل يقول والله في يوم من الأيام أردنا الخروج وجدنا رجل في الطريق قلنا نخرج معا قليلا
قال صار استفاق يرجع بسرعة أخشى يعني ما تدرك الرجوع. أنا انتهيت أدعوت الله الله أنا ودك صحيح يقول والله كان خير وكذا. إخواني الصلاة عماد الدين عماد الدين أعمل يقوم عليهم يقول يا الصلاة من ترك الكبر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. وضيعة الصلاة ضاع كل شيء ضاع انهدم البنيان. فما يمكن تتخلى عن صلاة الجماعة إذا لا بد أن تفقد بعضنا البعض. لماذا آخر أن تأتي إلى الجماعة؟ لماذا تسهر؟ لماذا ما تتغيب عن العمل؟ والله تسأل بعض الناس. أنا أعرف رجل عندنا له في الوظيفة 27 عام في ملف الوظيفة لا يوجد لا ولا ساعة ولا دقيقة تأخير ما وجد في ملف 27 سنة صح؟ نعم كثير هذا الموقف كثير والله كثير نعم. لكن الصلاة التأخر عنه كذا هذا كثير نسأل الله العافية. فماذا تصنع؟ تنام مبكر تستعين بالله أن هذا المحاضرة الصلاة هذا ليس من جدك واجتهاد هذا من الله وما بكم من نعمة فمن الله. تدعو رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. طيب هذا ابراهيم قال ما عنده ذرية قلنا هذا الدعاء فيه محاضرة الصلاة أن الله يرزقه ذرية صالحة وزوجة صالحة وكل شيء. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا حول ولا قوة إلا بالله صحب الصالح. قل يا أخي جزاك الله خير خذ لي صلاة الفجر ونتعاون على ما كل يوم تمر علي هذا جار لهذا كل يوم يتعاون على الصلاة. كان الصحابة والله عليهم إخوان يتعاون. تنام مبكر تزور القبور بما جاء شرعية لأن القبور تذكر الآخر. الأولاد تعلمه أصلا الأولاد الآن توقفهم للدراسة ولا يمكن يتغير أحد أبدا صح ولا يتأخر. أما الصلاة فأمرها سهل إلا من رحم الله. إخواننا أركان الإسلام أهم ما تقول. ذكرنا الإسلام فيما تقدم ثم الصلاة الركن الثالث ثم ما يتعلق بالزكاة والحج. ذكرنا شيء من الزكاة الزكاة والصيام وأسأل الله سبحانه وتعالى بلغني وياكم الحج. فأحوال يعني والله أنتم في خطر والله وأنتم تعلموا هذا أكثر مني وأولادكم في خطر أكثر منكم. فماذا نصنع؟ نلتجئ إلى الله نتعاون نفتح الله سبحانه وتعالى علينا وتتغير الأمور إلى أحسن. لا بد أننا نتعاون. أما كل واحد يعمل على حدة ونتفرق لا بد أن نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى أن يبلغنا وإياكم رمضان. اللهم اكفنا بحلالك عن حرام وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.